فهذا البديل هو المسيح والمسيح هو الفادي يعني طب ديانات أخرى شمعنا المسيح وليه الفادي نعم شو هي المواصفات بتاعته هذه هي المناظرة القديمة الجديدة والتي ستستمر لسه الأسبوع الماضي بعد مؤتمر مؤتمرات هنا بأمريكا كان لي حديث طويل مع أحد الأصدقاء العراقيين المسلمين وهو شخص مؤدب وبيبحث فكالجيفدي قال معنا ايش معنى بتقولوا عليه الحقيقة للأسباب المنطقية التالية السبب الأولاني ان المسيح برهن في حياته انه مش مجرد انسان اعظم من اي انسان نعم. وبالتالي لما يص... يقدم نفسه للموت هو كافي ان يفدي لا انسانا واحدا لكن كل البشر سبب تاني طب ما يجي ملاك ما يجي ملاك بس خلينا اقول كانسان لانه بدون خطيه ما انا جاي لها اوكي انا جاي لها طب ما يجي ملاك لا الملاك ما يصلحش ليه الملاك ما يموتش الملاك روح بس ما فيش جسد ومخلوق ومخلوق الموت هو انفصال الروح عن الجسد مم. الحاجة الثالثة المسيح قدوس بلا خطية نعم. وإلا كل الأنبياء أقروا انهم هم خطاة من أعظم من داوود ها أنا ذا بالإثمي صورت وبالخطية حبلت بي امي إشعياء لما شاف قداسه الله ويل لي انا هلكت <applause> ابراهيم اخطا نعم الوحيد اللي ما اعترفش بخطيه ولا قال له اللهم اغفر ذنبي ولا أعداؤه مسكوا عليه غلطه المسيح وهو اللي تحدى العالم من منكم يبكتني <applause> على خطيه نعم. يصلح طبعا يصلح لانه لو واحد خاطي من الانبياء يجي يقدم نفسه عن البشريه الله يقول له طول بالك بس انت افدي نفسك في الاول. الامر الرابع في شخص المسيح انه مش مخلوق. امال ايه؟ لا مش مخلوق والا كان اتولد زي بقيه البشر ما كل بيقر وبالتالي كونه مش مخلوق يبقى بالتالي حياته ملكه. المخلوق انا حياتي ملك خالقي ما اقدرش اقدمها لكن هو حياته كانت ملكه لو جمعت الأربعة دول أقول أنه إنسان قدوس ليس مخلوقا في حياته ملكه رقم ثلاثة ما, ما كان لازم إنسان آه ملك ما, ما ينفعش رقم أربعة أنه مش بس إنسان أعظم من أي إيه إنسان وطبعا يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية ماضي حاضر ومستقبل أيضا تمام. وفي نفس الوقت يستطيع هو الوحيد أن يرضي مطالب الله او العداله او المطالب الالهيه